بسم الله والله أكبر والحمد لله أبد الأبدين آمين يا ربنا يا كريم. فتكون لهم قلوب يعقلون بها، اللي قلبه مريض القلوب المرض ولقلبه غايب بغيبوبة أرادها الإنسان للكيد الإنسان و بغياب القلب يحصل العمى والصماء ويحصل سلب الإنسان من جوهري روحا وعقلا، ويبقى الإنسان في يد الشيطان الرجيم اللعين العوبة. وحنعرفه في حياة الناس فما النوع من المجرمين اللي بعض علماء سماهم مانيبيلاتور بيرفير نارسيسيك، يعني المانيبول يعني يتحكم في الإنسان عن طريق الوجه، عن طريق الإشارات، عن طريق الصوت، قد يوصل الصوت إلى كما تقول أنت تنويم المقصود باش يبقى دائما في قبضة الظالم. هذا المانيبيلاتور اي بيرفير منحرف، ماهوش مانيبيلاتور دون السونس بوزيتيف. اي نارسيسيك هو النارسيسيس مقتل الإنسانية في الإنسان، يعني ما دام في الدنيا كنوع. وهذه فكرة نارسيس اللي مذكورة في الميثولوجيا اليونانية، من تقول الكثير عن هؤلاء الأشرار اللي هما حقيقة ما يقولوش فكرة اللي معاهم ناس أخرى، لهم حقوق، لهم رد الاعتبار، لهم مكان، لهم رأي، لهم مذهب، و والسلام علينا أهل الإسلام.